لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. طيب علينا النهاردة محطة زي ما فيتش الكرة بسيئة، لأن الهدفين اللي هنحرزه في المنتخب المغربي من كرات سريعة. يا طبعا الاخضر ربما هو بوسوفا ولدي بالطبع يلعب اخر كاس عن العديد من اللاعبين ليس فقط انيسا حتى على مستوى المنتخب المغربي ربما تحصيل حاصل تقديم افضل صوره ممكنه. الخاص بمباراة الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية لقارة دي سيجنا بالنسبة لكتيبة فرناندو ييرو الرجل الذي خالف لوبيتيغي ظالمة ولم تخدم بالمرة مصلحة المنتخب المغربي عموما على اختيارات المدربين لفرناندو ييرو وكذلك المدرب 13 بالمقابل اسبانيا لاروخا والاختيارات الاعتيادية والمتواشرة تياغو 10 بوسكيتس 5 اسكو 22 دافيد سيفا 11 وكريم الأحمدي بينما لدينا كرة مغربية حكيمة لكن بعيدة تماما عن مرمى الحارس سينيستا هذه كرة خطيرة مرعوبة في الجهة اليسرى المتابعة ممتازة هدف وكولياتور لاروخا راسية بعد ذلك تأتي من نبيل ترار حارث الذي تم اختياره كأفضل لاعب واعد في الدوري على الألماني مع الفريق سير أخويا سير هي جول هي جول هي جول هي جول بوطيب لم يرحمهم نعم هريم من هذه اللحظة التالية بوطيب بلمسة الكبار شوف نظرة بوطيب نعم قلت يا بوطيب هريم من أجل يا بوطيب اشتقنا لأهدافك ذكرتنا بإبداعاتك وأهدافك في التصفيات تصل إنيستا على الجهة اليسرى حذر من التسديد إنيستا يسدد نعم إنيستا طلع كرة طلع كرة ميمارش ميمارش خطيرة خطيرة جدا هنا سوى تعطي شوف الإعادة كوستا بلمسة واحدة يفتح المجال لإنيستا يعمل المراوغة تباطؤ من جانب المدافعين حتى أشرف حكيمي شوف أشرف التعادل لإسبانيا نعم ترك إذا تركت له شبر في الملعب ففرناندو ييرو لبا إنيستا دائما الرسام وصاحب البناءات الهجومية دائما الخطورة تأتي منك يا إنيستا دورة آخر تنفذ هذه الركنية على القائمة الثاني ومنير المحمدي في المتابعة نعم دييغو كوستا في الاستلام ميمارش ميمارش دييغو كوستا ميمارش برافو بيان انطلق يا بوطيب الثاني هو جول هذه خطيرة 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 يا دييغو أشرف حكيمي هنا نعم كل إسكو يرتكز على ألبا حكيمي بالرأس يقطع يلا مرتد وأجاب بطريقته عندما نوه بميسي وأشاد بميسي وقال بأن ليونيل ورقب على الخصوص دييغو كوستا دييغو كوستا نعم ستلعب من دافيد سيلفا دافيد سيلفا المتابع من حارس المرمى متقدم إنيستا خطير خطير إنيستا طلع كورة يا بولك طلع يلي إسبانو راسية لكن بعيدة تماما نعم هذا ما يبحث عنه لفائدة المنتخب الإسباني كيفما كانت النتيجة اليوم سيلفا يترك ليسكو مرفوع على القائمة الثاني المراقبة كان فرصة تسديده مرة تالية مرة كرة انطلق في الهجمة بسرعة بلان دخيلة من عمر هذا الشوط حذر من إنيستا حذري من إنيستا رجع لليل عرضية داخل منطقة الجزاء القيمة الثاني والركنية لي ركنية عم ركلة مرمى بوسط كثيرا في الصوت بينما كرة ودي خيس يجينا رمية جانبية هذه الإعادة مرة أخرى تحرك جميل يا مبارك دافيد سيلفا يدخل ما يسددش دافيد سيلفا نبيل درار كورتك يا نبيل منتخب المغرب يا دويسكو العرضية متابعة بالرأس دائما الخطورة لازالت كرية إسبانية منير المحمدي بالفعل ارتقاء عند أشرف حكيمي العرضية بعد ذلك البحث عن من هنا يونس بلر نور الدين مرابط تسديدة رغم المعاناة رغم الإصابة الله على هذه التسديدة لكن أيضا النخبة المغربية فعلا هي مراوغة فيها عرضية يا مرابط عليها يا مرابط سدد يا كريم هذا
الشرف كما ناله بطي كثيرا. ميدان آسيا حقيقة الميدان مواعيد كلية خطيرة في القائمة. الكرة أمامية خطيرة حكيمي كعادة حذر من الكرة الطائعة هذه أرضية في هذه الكرة الرأسية الحمد لله مرة جانبية. هل يكون الفيصل في هذه اللقطة؟ فيصل فجر يرفع يبحث عن الدقيقة الأخيرة من ماتيوس لوتير الأسطورة زياش تأصيل هذه العرضية هذا مشددا في لمسة يد اعتقادي في ارفع اعتقادي خدم المنتخبات الكبيرة. جول 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 ينصيري هرمنا ينصيري هدف امام الكبار وانت من الكوف اللقطة الشبكة الاسبانية وتابع بعينيك يا دخيا دخب المات كم ستكون نارية هذه الدقة حتى في مرمى دخيا حذاري من هذه اللقطة استالاردية مرة جانبية. هذه المباراة بمباراة الكوت ديفوار والمغرب في كان 2017 كما ضاف الحكم في الوقت البدل الضائع هل هي أربع دقائق اسكيس الإعادة ياكو اسباس لكن مع المنتخب لم يتم الاستفادة من الفار في البدلاء من سجلوا في هذه الجولة الثانية على فكرة نعم البدلاء